Mario toy. It talks, it talks, it says, each one comes in its own crystal ball. Collect one, collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new mini Mario toy. Hurry before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. واضح ان عجب الاعلان تبع ميني ماريو تويز. يبغى يشتريهم كلهم. الدونكي كونغ. اخس احساس لما تكون متحمس على شيء ويكون خالص مالك الا الشركه نفسها اللي تصنع الشغله اللي تبيها. شركه الالعاب تبعت ماريو. اوكي، هذه لعبه ماريو الغاز يا جماعه، وهي ريميك للعبه الجيم بوي كلر. طيب اوكي، بنلعب اللعب الكلاسيك عشان التحديات بشكل افضل. ان شاء الله تكون سلسله جميله وممتعه. نشوف الدونكي كونغ وهو داخل المصنع حق الميني ماريو او مصنع الالعاب. والله يا بيلا، طب انت حاقد علي او انك قاعد تقهرني وسارق لعبتي؟ طيب على الاقل المفروض تكون فان كبير لي، معجب كبير. اذا شارد مني المفروض اللعبة ترميها بحر. اوكي، العالم الاول يا شباب. طيب نبتدي يا جماعة. على الأغلب أن البداية أو البدايات تكون مراحل تعليمية. خطواتنا الأولى زي ما قلت لكم، هذه مو لعبة بلاتفورم، خلنا نقول أنها ألغاز. طيب الهدف أني أدخل الباب بواسطة المفتاح. أوكي، وبعد عندي أشياء أقدر أجمعها ككوليكشن الهدايا، أو لا أني أدخل المفتاح. نشوف الحين، لكن خلنا نقول الهدف بالنسبة للغرفة هذه أني أدخل الباب بواسطة المفتاح. معلمني أنه في سبرينج، هذه الهدية الثانية عشان أخذ المفتاح أو أي أداة أقدر أني أخذها بالطريقة هذه. أوكي، كذا دخلت الباب، الأمور جيدة بالنسبة للبداية. أوكي، واضح أنه لسه ما خلصنا المرحلة، لأن شوفوا الهدف أن نأخذ الماريو اللعبة. الشاي جاي راح. اوكي، كذا كملنا الكوليكشن كله، حتى الشاي جايات اقدر اني ارميهم. جميل. واو، او نو. المهم ممتاز، فكذا نكون ختمنا او خلصنا المرحله بان اخذنا التوي او الميني ماريو اللعبه هذه الرهيبه. خلصنا المرحلة الأولى بيرفكت، جميل جدا يا شباب. وهذه المرحلة الأولى بعد، مش إنها مرحلة تجريبية. جميل، نروح للثانية على طول. أتوقع إني أقدر أسوي سكيب لعرض البداية. أوكي جميل، وش عندنا هنا؟ أوكي، نعرف أن السويتشات تغير. أوه المطارق، يا سلام. ما اقدر انقز، بس اقدر اني اكنسلها. ناخذ الهديه اللي هنا، واخذ الهديه اللي هنا، بعدها اقدر افعل السويتش علشان انزل واخذ المطرقه اللي هنا. اوكي نايس. طيب خذ اول شيء المفتاح، فعل السويتش، ما يحتاج اني انزل على جهه الباب على طول. سهلات. اوكي، مو هذه النهايه لان احنا ما اخذنا البيبي ماريو. اقدر انقز. اوكي، ارمي على الشاي جاي. اوه نايس. او ما اقدر انزل، اي عادي، مره جيد. كذا نكون حللنا المرحله الثانيه. سهلات، البدايات دائما تكون سهلة. بيرفكت، طلعنا او خلصنا من لعبتين ب
بالنسبة للعالم الأول. نشوف الثالث، بلوكات أو مدري زبالتين الله يكرمكم. أوكي يقول لك أقدر. ويو يا سلام. أوه الشوك بيكون مزعج، الشوك دائما مزعج يا شباب. أيوة طيب بقدر أني أخذ الأخ اللطيف، ممتاز. ما في شيء ثاني أقدر أسويه، باقي لي الهدية الزرقة بس. هذا الباب ودخلنا، يعني كل مرحلة فيها باب وفيها ثلاث هدايا، هذا اللي باين لنا. ونب. طب لو أني نزلت بالشكل ذا. كذا جيد صح؟ كذا حللت أو جمعت كل شيء؟ خلاص جيجي ويو خد يا الشاي جاي. أو نو مع السلامة. كذا تم تحليل المرحلة الثالثة. ثالثة ذي؟ يا سلام خلصنا من ثلاث ألعاب. اللي بعدها المرحلة الرابعة، زبالة. ايش فيهم مع الزبالات او الزبايل؟ اوكي كونفير. اوه جميل. اوكي معروف، روح هنا. يا سلام. اوكي ارميها ووطي هنا. شوفوا عندي وقت للايتم، لسه باقي لي وش باقي لي؟ هديتين. اوكي هذه هدية. وش عندي هنا؟ يقول لك لو ضغط R تقدر تشوف الماب. تقدر تشوف الماب بشكل ابعد. اوه كهرباء. اقدر اسوي كذا. في هدية هنا. ما علينا. هذا وش يسوي؟ رمي اشياء ولا بس كذا؟ وات؟ ما علينا. عرفنا الشغلة هذه. نايس. او لا. نو. يا ساتر. هو ده الصح. كذا خلصنا؟ لسه ما عرفنا القدرات الثانية أو مباين عندنا. كذا تم تحليل المرحلة. كم واحدة جمعنا الحين؟ أربعة صار عندنا. كفو كفو. ولسه احنا شوفوا تخيلوا المرحلة أو الثيم اللي قاعدين نلعب فيه اللي هو ماريو كومباني أو شركة ماريو. أوه مرحلة اكسترا هذه. نشوف ايش اللي نقدر نسويه. في ونبات نقدر نحصلها. طيب او نو تعال. او نو لحظة ان عندي وقت قليل. تعال. اوكي واو واو شوف الونبات يا حبيبي. طيب كذا خلصنا أربع مراحل وهذه الخامسة. طيب وشو هنا؟ هنا يقول لك ان الأوبجكتس أو الأشياء تقدر ترميها على فوق. طيب جميل. أقتل الشاي جاي اللي هنا مثلا. نايس. طيب قبل افعل ذا اقدر اخذ الهديه اللي هنا صح؟
وبعدين اضغط ذا. بس ما اقدر اخذ المفتاح الا من الجهه الثانيه. ايش اقدر اسوي الحين؟ الحين سوي شيء زي كذا. خلاص سهل. هذه اقدر ارمي 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 قطع على الشاي جاي اللي هنا. وشو عندي هنا؟ وقلنا الشيء هذا قبل شوي ولا؟ هذه الهدية الثانية والثالثة. شوف واضح اني اقدر. يا سلام هياط. شوف لو رميتها على فوق بيصير له شيء؟ ما صار له شيء. ما بيك. اوه ماي جاد. في الهاوية. وين رميت انا؟ اوه ماي جاد ليتني ما رميته. اوكي بضطر اني اقص هذا يا شباب. ايه حسبي الله عليه. بضطر اني اقص هذا التعبان. شوف هالمرة عشان تعرفون مشكلة انا اللي متحرش فيهم. انا اللي متحرش فيهم. لاحظوا ان لمسة واحدة تخسر على طول. صار عندنا كم؟ 5 من الصغار. طيب الحين البلوكاية هذه. طيب يقول لك هنا ايش؟ يقول لك شوفوا حركة جديدة. او انها موجودة من اول بس انا ما سويتها. اذا وطيت ونقصت ينقلب. النقزة هنا تكون اعلى. وش صار؟ واو اوكي شغلة جديدة. هذا هي. انا نقزتين. جميل. هذا هي البلوك اللي هنا. اقدر اخذ الهدية الاولى. هذا اللي قط بلوكات ايش سالفته؟ يبغى لنا ان ناخذ المفتاح اللي هنا اول. يقول لك عشان ما تجيك البلوكات لازم تمشي على يدك. حلوة الحركة طبعا. خذ هذه. ويو ويو. بعدها سو كذا. اوكي بعدين سو كذا. لاحظوا ان الى الحين ما اخذنا الا صندوق واحد بس. شوفوا نفس الشيء. رهيبة والله الحركة ذي. انا اقدر ارميها فوق. شوفوه هذه حركة ثانية اللي هي. شوفوا الاشياء هذه اقدر كنت اسويها من البداية ترى. انا حاقد على الشاي جاي ذا ما ادري ليه. وحاقد على الشاي جاي اللي هنا بعد. مع السلامة. مع السلامة. خلاص كذا تم تحليل المرحلة. وعلى الأغلب إنه خلاص كذا خلصنا من الجزيرة أتوقع ولا؟ صار عندي 6 من الأطفال الصغار. مرة ممتاز يا جماعة. طيب أوكي الحين وش البوس؟ واضح إني بستفيد من الأطفال اللي أنقذتهم. يلا يا ليتل جايز تعالوا نخليهم هم اللي يجمعون لنا الكلمة. يلا يلا بارك الله فيكم. يلا عافية عافية عافية. افتح لهم الطريق.
عاشوا عاشوا عيالي عاشوا عيالي. يلا ممتاز. حرف الاو وحرف الواي. والله عافية على الشطار والله. مية مية يا شباب. وشو الأشياء هذه اني جمعتهم يعني؟ البوس الحين. اقدر؟ وين الطاقة تبعتي؟ هدوكن. ما اقدر ارميها على فوق. دقيقة سو كذا. اقدر اسوي ريستارت ريتراي. احسن. يا سلام. زي كذا. ممتاز. هذه اول طاقة. في الاخير يوم رميته كذا سويت. اوه ماي جاد. واو. خذ دي. هذه الطاقة الثانية. اقدر اسوي النقزة؟ يا زفت. يسوي مشاكل ذا. لا. خذ دي. هذه الضربة الثالثة. نايس. ممكن تضغط على واحدة؟ حلو شكرا لك. شو الزفت؟ نو. سوى مشاكل. الله يقلع بليسك الدونكي كونغ. ممتاز. لا. نو. لا تضرب اصبر. يا سلام. ترولنا. اخذ الكيس يا شباب. شوفوا حافظنا على الطاقات كلها فاخذنا البيرفكت سكور. طيب كذا خلصنا او حللنا العالم الاول. جي جي يا شباب. ممتاز. العالم الثاني عالم الجنجل او الدونكي كونغ جنجل. طيب مره ممتاز. مره ممتاز. نفس الفكرة. نشوف المرحلة الأولى. يا سلام. شوفوا اللي لعب دونكي كونغ القديم تبع العائلة. شوفوا النزول هنا بيكون سريع بس الصعود لازم أني أمسك الثنتين يكون مرة سريع. جيد. خلنا نشوف إيش في فوق. أوكي في الهدية الثانية. خل اتاكد ايش في هنا اول. ما تسوى. اها اوكي ما في شيء مفيد. ويو ممتاز. فرانات. اقدر اسوي كذا. توقعت اني اقدر اتسلق كذا على طول. الوان باية. هذا يسوي لك مشاكل هذا. ممتاز. اوكي هذه الحركة اللي قلت لكم عنها اني اتسلق بشكل اسرع كذا. ممتاز. نو. الحين جمعناهم كلهم صح؟ اي خلاص جي جي. هذه المرحلة الأولى تم التحليل. عالم لطيف. هذا البيبي الأول. جيد. العالم الثاني أو لا عفوا المراحل الثانية. وحيد القرن الكيوت. يا حليلة. ويو يلا خذ لك على الفاضي.
نبي ناخذ الونباية. اوكي قبل ما اسوي اي شيء من الاشياء. كمان ليتني مسوي الحركات الخطيرة من البداية. لو اني فعلت ذا. اوكي وحيد القرن الكيوت. نايس. هذه الهدية الأولى بس. هنا وشو عندي؟ يقولك إنه وحيد القرن يمديك تشيله؟ تمام. بس هل يقتلك وحيد القرن؟ نايس. اسمعوا. يمكن يسوي لنا مشاكل. عشان كذا خلى في حاله. شكله كيوت يا اخي. وكذا خلصنا من المرحله الثانيه. بيبيين جمعناهم. مره جيد. الثالثه اللعبه هذا القرد. شو يسوي هذا؟ اوكي هذا يطيح واضح. في وحيد قرن كيوت هنا. القرد ممكن انه يتعلق. شكرا. جميل. ونباية. نو. جود. ممتاز. هذا الباب ودخلناه. نشوف ايش هنا. يقول لك الطلقات. اي طلقات؟ واو بغيت اجيب العيد. شوف متعمد. شوف متعمد. شو التعبان؟ ها ما ادري بقدر ادوس عليه اصلا ولا لا. كمان اسمعوا. هو ده الصح. العب سيف يا حبيبي. بس هذول ثلاثة صاروا. ممتاز. الرابع اللي هو العصفور هذا. كأنه كناري. هو نفس العصفور اللي كان يرمي علينا بيض. شوف هذا هو. بيسوي لنا مشاكل ذا. شوف ما رمى هنا. وات؟ خلى على هذه عشان اخذ ذا بس. اوكي خلى هذه هنا. تمام. بسرعة بسرعة. على الحفة. والله مو على الحفة صراحة. دخلنا للمنطقة الثانية. ما اقدر اخش هنا. الظاهر نفس الكلام ترى. لازم اني افعل الاشياء. ايوه اقدر اسوي كذا. والله قدرت. الحين السويتش اللي هنا ضبط. ايوه فاقدر اروح هنا. خلاص جيجي. تم التحليل. جيجي يا اصدقائي. هذه اي وحده؟ هذه الرابعه. اوكي اللي بعدها.
هذه مرحلة حقت ونبات. يلا ما يمنع. أقدر أسوي سكيب. عندي 30 ثانية. طب خذ هذه. نخلي أول ما يجي. أيوة 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 أيوة. ما ردك بتجي. ما ردك. ما جاء الزفت. كذا بس. لا ليكون في أشياء فوق. توقعت في شيء فوق والله. بس عادي. دامها ونبات بس. يو هذا هذا اللي على الحبال متعلق اللي ترمي عليه الحشرات الفواكه. شوف المفتاح هنا. ايوه. او نو والله بغيت اجيب ام العيد بس الحمد لله ضبطت. ممتاز جميل. وي والنزلة. والله خفت اني اتورط. ما اعتقد عندي شيء زيادة هنا. هذول السحالي. او ماي جاد. ها خدي افا. ايوه يا سلام تم التحليل. ثلاث هدايا صح. بس ثلاث هدايا والميني ماريو. ميني ماريو لازم عشان تختم فيه. وفيها مفتاح. مفتاح واحد لازم. مفتاح ثلاث هدايا. هذا هذه الاشياء اللي تجمعهم. اوكي المرحله الاخيره اللي هي البيرانا. فهمنا ميكانيكس اللعبة بشكل عام. طيب شوفوا قاعد تصعب الأشياء. أوه لا انتبه من هذه. السبال. القريدو. نخليه يطيح. طيح. بوحدة عشان يطيح. آه سلام. يا سلام. مية مية يا شباب. جميل. هذه البيرانا اللي هنا. او نو حاسب من هذه. لا تسوي لك مشاكل. وات انا ليش فعلتها؟ اوكي شكلها لازم تفعلها. واو والله شكلها كانت خسارة. صدقون شكلها كانت خسارة. اوه ماي جاد احسها تشيز. احسها جبنة اللي صارت. وات اقدر اوطي؟ والله شكلها خسارة. اسمع لا تهايط. لا تهايط على البيرانا. خلاص صح؟ ثلاث هدايا. جي جي. جمعنا الستة أطفال كلهم. مرة جيد يا شباب. طيب الحين راح نجمع الكلمات وبعدها البوس. يلا يا أصدقائي. ما أقدر. أي مو مشكلة. أول حرف لو سمحتوا. او لا ما بخليهم ينقزون الحين. او ماي جاد لحظه روحوا هناك بعيد 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 بعيد. الان الان. او لا ياز تعالوا هنا شوي. بعد هنا بعد بعد. تعالوا هنا. كيف اقول لهم انتظروا شوي يا شيخ؟ ايش فيهم يا شباب؟ كيف اقول لهم انتظروا؟
ما اقدر اقول لهم انتظروا شوي. ما علينا، نشوف نشوف شو السالفه بعد شوي. طيب ابغى احررهم ممكن كذا. تعالوا يلا، عافيه على عيالي. اوكي هذا الحين الحرف الاخير صح، هو ده الصح. عاشوا عيالي عاشوا. طيب الحين البوس المفروض بحاربهم بالطاقات هذه، او بحاربه بالطاقات هذه. ما ادري اذا نفس الستايل ولا لا، المفروض انه اصعب يكون. ها هذا نفس ستايل بالفواكه. نايس والله نايس. واو يا سلام، ضربتين الان. يا سلام اخر ضربه. اوه ما صدق، راندوم ألف ضبطت. وهذا العالم الثاني وخلصناه. جي جي يا شباب، بيرفكت، مره ممتاز مره جيد.